تحب تطبيقات التليفون وانت ليس لديك تليفون، ليش؟ انك مطفر اكيد مثلي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتم جاكم اليوم في فيديو جديد. منصة ويندوز هي من أشهر المنصات الحواسيب، والتي تحتوي بدورها على العديد من البرامج والتطبيقات التي لا يمكن إحصاؤها. فأنا اليوم أتيتكم بعشر تطبيقات أو برامج لن تقوم بحذفها من جهازك أبدا، وذلك لأنك لست متبايع ذلك، بل كونها برامج رائعة جدا وتغنيك عن العديد من البرامج في حزمة قليلة من البرامج. اليوم سنأتيكم بعشر برامج مثل ما تشوفون. رائعة جدا جدا، فسوف نبدأ بأول برنامج بعد الفاصل. أول برنامج لدينا هو برنامج التنظيف Advanced System Care، ومعناها اسم البرنامج وهو رعاية النظام المتقدمة. هذا البرنامج يقوم بتنظيف جهازك بالكامل، ويقوم بحذف جميع الملفات الزائدة والتي لا تحتاجها، بالإضافة لأنه يقوم بعدد من الوظائف الأخرى التي سيقوم بشرحها لك حالا. تضع لك هذه الواجهة البسيطة، تقوم بتحديد الكل وتقوم بإعطاء كلمة فحص. بعد ما يعطيك كلمة فحص سيقوم بمسح جهازك، مسح معنى بحث، أوكي؟ سيقوم بمسح جهازك بالكامل ويقوم بحذف جميع الملفات الزائدة التي لا تحتاجها. هذا الخيار الأول بخيار العناية. تذهب إلى خيار التسريع، سأعطيك عدة خيارات منها معزز التوربو، ولدي ثلاث خيارات: تحويل وضع اللعب، وضع العمل، وضع الاقتصادي. وضع اللعب إذا أردت أن تلعب لعبة، وضع العمل إذا كنت تقوم بالمونتاج، وضع الاقتصادي إذا كنت على وضع البطارية. تسريع الأجهزة والتحسين العميق، هذا يقوم بتحسين بعض الملفات ويقوم بتسريعها. سأضغط على تحسين الكل. تذهب إلى كلمة حماية، هنا يعطيك عدة وظائف الحماية الرائعة جدا التي أنا أقوم باستخدامها دائما، ولم يتعرض جهازي لأي فيروس أبدا. صندوق الأدوات، هذا البرنامج يحتوي على أكثر من 30 أداة في حجم من البرنامج، حجمه لا يتجاوز 40 ميجا بايت، وهذا شيء مستحيل. فبهذا البرامج يجب أن يكون حجمه أكثر من 1 جيجا، هل تصدق ذلك؟ وحدث البرامج حيث يقوم بتحديث جميع البرامج. هذا البرنامج الأول. البرنامج الثاني برنامج التصوير أوكام. هذا برنامج كارثة لا تصدق، أنا حاليا كل مقاطع على القناة وحتى هذا الفيديو التي تشاهده بهذا البرنامج السوبر روعة والرائع. في هذا البرنامج أنه لا يستهلك أي موارد من الجهاز، ولا يوجد دروب فريم أي سقوط الفريمات عند التصوير بالألعاب. البرنامج رائع وفيه عدة خيارات التصوير، بالإضافة للدقة العالية والسلاسة التي لا مثيل لها. صدقني حمله وعاتبني إن كنت مخطئا، هذا البرنامج رائع جدا، سأقوم بتشغيله أمامكم. وأنا حالياً أصور بهذا البرنامج، حالياً انظروا 3 دقائق و4 ثواني، برنامج رائع جداً وأنصحك بتحميله. نذهب للبرنامج الثالث، هو برنامج VLC Media Player. هذا البرنامج لا يمكن وصفه بأي كلمة، والله أني أستمتع كثيراً وأنا فقط أفكر في هذا البرنامج الضخم الرائع المميز الغني عن التعريف. في هذا البرنامج تقييمي له 6 نجوم من 5، أي زودت عليه بواحد، و11 من 10، أي زودت أيضاً عليه بواحد. لاحظت عزيزي الزائر أني وصفته بصفات رائعة، وهذا قليل صراحة. فالبرنامج يشغل جميع الوسائط حرفيا الجميع، ويمكنه تشغيل نايت كور وتغيير الطبقات وغيره، وهو سريع جدا، سأقوم بتجربته لكم. سأختار فيديو من الفيديوهات. مثل ما لاحظت شغل جميع الوساطة بسرعة وبدون أي تشنج. نذهب للبرنامج الرابع، تحديث التعريفات الكمبيوتر درايفر بوستر. هذا البرنامج هو برنامج واحد لكنه يضم تطبيقين، حيث يقوم أحدهما بتحديث تعريف الكمبيوتر والآخر يقوم بتسريع الألعاب.
فالبرنامج الذي يقوم بتحديث تعريفات الكمبيوتر يظهر لك بواجهة بسيطة جدا نفس واجهة البرنامج الأول واللي هو Advanced System Care. سأنتظر حتى يشتغل. مثل ما لاحظت يأتيك بهذه الواجهة، تضغط على كلمة فحص ويقوم ببحث عن جميع البرامج أو التعريفات الغير محدثة ويقوم بتحديثها فقط. أما بالنسبة للخيار الثاني فهذا الخيار يقوم بتشغيل الألعاب، حيث يوجد فرق كبير بين تشغيله وعدم تشغيله. نذهب إلى البرنامج الخامس والذي هو Windows Share Filmora. هذا البرنامج هو من أفضل برامج المونتاج، والفيديو الذي تشاهده حاليا هو تم تمجده بهذا البرنامج. أنا سابقا كنت أمنتج برنامج سوني فيجاس 14 لكنه كان يواجه بعض المشاكل، فأنا مثلا كنت في نصف المونتاج ويقوم الخروج تلقائيا من أي سبب، فهذا البرنامج حل جميع المشاكل. فإن كنت تبحث عن برنامج سهل الأجهزة الضعيفة فهذا البرنامج راح يصفحك على وجهك ويقول لك أوقف هنا أنا عندي حل مشكلتك. هذا البرنامج سريع جدا لأني تفاجأته حقا بسرعته، ففي تأثيرات ونصوص حق المحترفين لازم تجربه ولا أنت الخسران. نذهب إلى البرنامج السادس والذي هو ريفو انستولر برو. هذا البرنامج يقوم بإلغاء تثبيت جميع البرامج أو أي برنامج أنت لا تحتاجه في جهازك. فأنا كنت سابقا أواجه بعض البرامج الذي لا أريده وتأخذ مساحة كبيرة، فعندما حملت هذا البرنامج يقوم بإلغاء التثبيت جميع، يقوم بإلغاء تثبيت البرنامج. وليس هذا فقط، عندك عدة خيارات من الخيار الآمن، من الخيار المتقدم، الخيار الاعتيادي وغيرهم من الخيارات. تختار اللي تحبه ويقوم بإلغاء التثبيت متكامل بدون أي خطأ، ولا موجه أي خطأ مع البرنامج أبدا. سابعا محاكي التليفون الأندرويد والآيفون والآبل هو نوكس بلاير. هل تحب تطبيقات التليفون وأنت ليس لديك تليفون؟ ليش؟ لأنك مطفر أكيد مثلي يعني. فهذا البرنامج يقوم بتشغيل جميع تطبيقات على الحاسوب سوريك. مثل ما لاحظ فتح التطبيق بسرعة كبيرة جدا، فكل ما عليك أن تقوم بالبحث عن البرنامج أو التطبيق الذي تريده وسيقوم بالبحث عنه وتحمله بكل سهولة. البرنامج رائع ولا يمكن وصفه أبدا. نذهب إلى البرنامج السادس أو الثامن. هذا البرنامج الثامن، برنامج البث أوبس ستوديو. أنت ستريمر لديك قناة على تويتش أو يوتيوب أو تريد البث، فهذا البرنامج هو الخيار الأنسب لك. كل ما عليك أن تقوم بتحميله، أنا واضع لك رابط التحميل في الوصف، فبعد أن تقوم بتثبيته يفتح لك هذه الواجهة البسيطة. هذه الواجهة البسيطة يقوم بتصوير لك سطح المكتب وأنت تلعب اللعبة تريدها بدون أي دروب ريموت وبسرعة كبيرة جدا، ولا مواجه معه أي مشكلة أبدا. نذهب للبرنامج التاسع، برنامج سنت براوزر. انظر يا أخي الزائر أو أخي المشاهد، أكو هاي متصفحات منها جوجل كروم، فيرفكس، أوبرا، أنت تعرف هذه المتصفحات. فأنا تقريبا حملت أكثر من 1000 متصفح وقارنت السرعة بينهم، ومن خلال المقارنة وجدت أن سنت براوزر هو أفضل متصفح ممكن أن تقوم بتحميله، وأنا حاليا أستخدمه. بعد تجربتي لسرعته كتبت كلمة يوتيوب على الكروم وكانت هذه النتائج. كروم أخذ 3.7 ثانية تقريبا 4 ثواني، أوبرا 3.3 ثانية أي تقريبا 3 ثواني، فيرفكس 4.2 ثانية أي 4 ثواني، وسنت براوزر أخذ ثانية واحدة فقط، ثانيتين عفوا فقط. يعني كروم اللي هو البرنامج الشهير أخذ 3 ثواني أو 4 ثواني تقريبا، بينما سنت براوزر أخذ ثانيتين فقط. ولاحظ انظر، هل تلاحظ الفرق بالسرعة؟ عشان برنامج تسريع ألعاب ريزر كورتكس. هذا البرنامج يقوم بتسريع ألعاب الكمبيوتر بالإضافة إلى جيم بوست مال دايبر بوستر. هذا البرنامج يقوم بتسريع لكن فيه العديد من الخصائص الأخرى، فضلا عن تبليغ الذاكرة لمنع سقوط الفريمات، فضلا عن طول اللعبة. شنو شغلتي؟ قم بتحويل طاقة الكمبيوتر للعبة التي تقوم بلعبها. برنامج رائع جدا. ولا هنا يا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو، وسأقوم بتعليم نقوم بشرح لكم كيف تقوم بتحميل من الإنترنت. كل ما عليك أو من المدونة، كل ما عليك أن تذهب إلى رابط التحميل أو في المدونة في الوصف، بعد أن تذهب لها ستجد عدة برامج. اختار البرنامج الذي تريده وضغط على ميل وسيقوم بتحميل لكم البرنامج بدون أي مشاكل ومن الموقع الأساسي وبآخر نسخة وبآخر تحديث. وإلى هنا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك دعم لنا جدا يساعدنا. تحياتي لكم وانتم